حياكم الله سادتي الكرام إلى موجز أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء قرب مستشفى الجمهور في محافظة البصرة أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وأكد النائلي خلال بيان بهذا الصدد أن مؤسسة الشهداء ستباشر بمهامها لاستقبال ملفات ذوي الشهداء والجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات والرعاية اللازمة لهم. من أجل التنسيق والعمل المشترك، زار وفد من مؤسسة الشهداء متمثلا بمدير قسم الرعاية العلمية في المؤسسة الأستاذ حيدر الشريفي مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية. وخلال اللقاء بمدير المديرية اللواء حسين نعمة الساعدي، أكد الجانبان على ضرورة إدامة التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم قضية الشهيد والشهادة، وذلك تثمينا لتضحياتهم وخدمة لعوائل الشهداء. مديرية شهداء صلاح الدين تروج أكثر من 300 معاملة تخص الطلبة من ذوي الشهداء والجرحى المتقدمين للدراسة المسائية على نفقة المؤسسة. مسؤول الشعبة العلمية في المديرية حيدر ولاء أكد أنه يتم العمل على استيعاب أكبر عدد من الاستمارات لطلبة ذوي الشهداء بغية فسح المجال لهم للدراسة بشكل مجاني دون أعباء مالية. الشعبة الاجتماعية لمديرية شهداء كركوك تقوم بزيارة عوائل شهداء المحافظة، وتمت خلال الزيارات متابعة الوضع الصحي لعوائل الشهداء وكذلك الوضع الاقتصادي ومتابعة طلباتهم التي تخص باقي الأقسام في المديرية. مسؤولة الشعبة الاجتماعية أكدت من جانبها أن الشعبة مستمرة بزيارة عوائل الشهداء للوقوف على أدق التفاصيل للعائلة ليتسنى لنا معرفة المشاكل التي تواجه العوائل وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأخيراً، وفد من مديرية شهداء الرصافة متمثلاً بمسؤول شعبة العلاقات والإعلام أحمد صلاح يزور مرور الحسينية في بغداد. وخلال الزيارة تم اللقاء بمدير المرور العقيد ثابت عطلة الذي أكد على تقديم كافة التسهيلات في الإجراءات لذوي الشهداء مبدياً كافة أشكال التعاون. من جانبه أكد وفد المديرية على ضرورة تقديم التخفيضات أيضاً لذوي الشهداء وأفراد ذلك عبر بوابة خاصة. سادتي الأكارم، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام موجز أخبار مؤسسة الشهداء لهذا اليوم. ختاماً، نلقاكم في رعاية الله وحفظه.